بظل العاي ما كان يستهى وذيله من قبل بالمنتخى انتهى مالت بفل الله ما كان يستأى وسيله من قبل بالمنتخى انتهى نعني بلا أدن وأدن مسرة من الله والمختار والبسم منطع جناب بنور الله ربي منور ولله في دار شول ومنتهى إذا ما جرى ذكري إلى الآي ساعة أدعني نوال من إلهي منبعا أبا له إلا كون أمري مؤشما بشكر أكيم قد أماني ونبها بدلي على الله جل جلاله أباني بسير لا يجري مسبعا ألم ترى أن الله أخسى بسيري مسيلمة الكساب إسجا وسبعا لقرآن ربي سر رخير مسهسئ مجاري يودعا سليلا ومكرا أكل خمر ألفاسا أساءت فدوء وعبر أن شكر أكيم وكرها سيد ردو عبد الإله وجاره قديم رسول الله طول المصطفى سيد ردو عبد الإله وجاره قديم رسول الله طول المصطفى كان خاف جاها بجاه عبد الإيمان بالله خاف جاها حمدي لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساكنا ملاء محمد صلى أدى أمري سكوكا شكورا منصعا ما قادي بي سوي ربي والله وربي هذا أمري سكورا منسعا فرد إلى المولى بدي وخادلي بيانا وال محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة مصباحنا في الظلمة ودليلنا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الآل والمالي وأفضل صلي عليه بسلام هنيك وملكني خير الكلام وجلبه لسمي لديك الباخية وصالحات للجنان الراخية يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع خص المياه صلي صلاة يتجمل الجميع ما تطري لديك يا خير السميع با سلام لإسر البشرى هل المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآلي مصطفى عن كل مفسدات والدهر من الخيا من جادهم أنا يا مالك الملك يا من جل عن خواتر ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن بيفس بيتي يصلي على المختار بالآل كلهم وأسابهم عن الهن كد والعي يخاتب ذلي ما خذلي بمن أنه مديئا عجيبا مفهما فايها رحيم يقول لساد الهالك الحديم من هماك هل أكدار بالله ساري يقول لساد الهالك الحديم من هماك هل أكدار بالله ساري يقيني إلى الجنات باهي يهبني هداهم وبالمختار كليتي اللهم صل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اكتب له بكل عرف من هذه الحروف بسارة الباقي أبدا الميم بلغت برب المهجر الموج واليمي بمدح الذي أنسى أسى الفلتك الحمي مرامي وهاجاتي لربي توجهت بهمدي وسكر وهو اللي كان بالسكم مرادي كوني عبد ربي قديم من أخاتبه بشكر والهكي سأعزمي
مساياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن السهر والنظم مقامات قيل القلق عن غير ربه مقيبة فلتقرا عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله هل ظلام له الامر كالحكم محمد المعروف ماهر ومانه وبليس مصوص مصوص على وزم مجيب مجاب المرتد الملك الهدى مبيون ومبقوص الى الهرب والعلم ملي جلال عبد جانا معلن مليم ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر يلفه في يوم هب الأقوى ما هب النبي المبي القتال أبقى غسالة البحث درة ولي قال في دارين ما زيد أوجع خرجت بفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كلما أن قطنا يقود لي الباغي موائب مكرم ورقاب ما لاختار فلن سوى رفلت اختياري باختياري لسيلة بقاي بلا در وأمر تجراء رفلت اختياري باختياري لسيلة بقاي بلا در وأمر تجراء مدادي وأخلامي ورؤي وجسيتي لباق كريم لي بقائي جرحا ناني لا عن سوى مرتدي أولي ناني إلهي عن سوى مرتدي أولي وإن الإداء في البري أرليت من راء أديا عداني عداني بالمائم عداني بالماهل مسيف الأرداب وسريبي لله دون مران تآب أديم شكور الله شكرا مقلدا ولي قادر بالبسي والبسر من بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.